بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 118 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 81 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا نزال في المسألة المتعلقة بوعيد أصحاب الكبائر، حيث بينا في الدرس السابق أن المعتزلة والخوارج ذهبوا إلى القطع بوعيد أصحاب الكبائر، وأثبتوا الوعيد المؤبد لهم، وأن المعتزلة عولوا على العمومات الواردة في هذا الباب، وهي على جهتين: بعضها ورد بصيغة من في معرض الشرط، وبعضها ورد بصيغة الجمع. وقد فرغنا في الدرس السابق من عرض الأدلة التي تمسك بها المعتزلة من عمومات القرآن، ووقفنا عند عمومات الأخبار. ونظرا لكثرة الأخبار التي أوردها الإمام في هذا الجانب، وبلغ عددها 33 حديثا، فسنكتفي بقراءتها دون تخريجها وعزوها إلى مصادرها، ودون الوقوف على درجتها من الصحة، لأن غرض المعتزلة من حشدها تقوية دلالة صيغة من الواردة في معرض الشرط على العموم، وليس غرضهم بناء أحكام تفصيلية على كل واحد منها. يقول الإمام رحمه الله بعد أن فرغ من عرض أدلة المعتزلة من آيات القرآن الكريم: فهذا مجموع ما تمسكوا به من عمومات القرآن، أما عمومات الأخبار فكثيرة. وقبل الشروع في قراءة هذه الأدلة أقول: ذكر الإمام 23 حديثا من النوع الأول المشتمل على صيغة من، وأما النوع الثاني وهو العمومات الإخبارية الواردة بغير صيغة من فقد بيّن الإمام أنها كثيرة جدا، لذا اكتفى بذكر 10 منها فقط. يقول: النوع الأول المذكور بصيغة من، أحدها ما روى وقاص بن ربيعة عن المسور بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل بأخيه أكلة أطعمه الله من نار جهنم، ومن أخذ بأخيه كسوة كساه الله من نار جهنم، ومن قام مقام رياء وسمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة. وهذا نص في وعيد الفاسق، ومعنى أقامه أي جازاه على ذلك. وثانيها قال عليه السلام: من كان ذا لسانين وذا وجهين كان في النار ذا لسانين وذا وجهين، ولم يفصل بين المنافق وبين غيره في هذا الباب. وثالثها عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أرضين. ورابعها عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الخبر يدل على وعيد الفاسق الظالم، ويدل على أنه غير مؤمن ولا مسلم على ما يقوله المعتزلة من المنزلة بين المنزلتين. وخامسها عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يوم القيامة بريئا من 3 دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. وهذا يدل على أن صاحب هذه 3 لا يدخل الجنة، وإلا لم يكن لهذا الكلام معنى، والمراد من مات عاصيا مانعا ولم يرد التوبة ولم يتب عن هذه الأشياء.
وسادسها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا من طرق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا نص في أن الثواب لا يكون إلا بالطاعة، وأن الخلاص من النار لا يكون إلا بالعمل الصالح. وسابعها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وهو صريح في وعيد الفاسق وأنه من أهل الخلود، لأنه إذا لم يشربه، أي إذا لم يشرب الخمر في الآخرة، لم يدخل الجنة، لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وثامنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال عليه السلام: إنما أنا بشر مثلكم، ولعلكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما قطعت له قطعة من النار. وتاسعها عن ثابت بن الضحاك قال: قال عليه السلام: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء يعذب به في نار جهنم. وعاشرها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ولا ثوابا، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. وهذا نص في أن ترك الصلاة يحبط العمل ويوجب وعيد الأبد. الحادي عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه السلام: من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن. ولما ثبت أنه لا يكفر علمنا أن المراد منه إحباط العمل. الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه، يهوي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل متعمدا فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقوله عليه الصلاة والسلام: يجأ بها بطنه، أي يطعن، تقول: وجأته أو جأه، وجأته أو جأه. وربما حذفت الواو في المضارع فقيل يجأه، كما قيل يسع ويطأ ويهب، وذلك إذا ضربته بسكين ونحوه في أي موضع كان. والاسم الوجاء. الثالث عشر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني بالمسبل المتكبر الذي يسبل إزاره. ومعلوم أن من لم يكلمه الله ولم يرحمه وله عذاب أليم فهو من أهل النار، ووروده في الفاسق نص في الباب. الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ومن لم يجد عرف الجنة فلا شك أنه في النار، لأن المكلف لا بد وأن يكون في الجنة أو في النار. الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. السادس عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: من حلف على يمين كاذبا ليقطع بها مال أخيه
لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، وذلك لأن الله تعالى يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا نص في الوعيد، ونص في أن الآية واردة في الفساق كورودها في الكفار. 17 عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: من حلف على يمين فاجرة ليقطع بها مال امرئ مسلم بغير حقه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. 18 عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فأتاه رجل وقال: إني رجل معيشتي من هذه التصاوير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنيه الآنك، يعني الرصاص، ومن يري عينيه في المنام ما لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين. 19 عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. 20 عن ابن عمر رضي الله عنهما في مناظرته مع عثمان رضي الله عنه حين أراد أن يوليه القضاء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا يقضي بالجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضيا يقضي بالجور كان من أهل النار. 21 قال عليه السلام: من ادعى أبا في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 22 عن الحسن عن أبي بكرة قال عليه السلام: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وإذا كان في قتل الكفار هكذا فما ظنك بقتل أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 23 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإذا لم يلبسه في الآخرة وجب ألا يكون من أهل الجنة لقوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس. النوع الثاني من العمومات الإخبارية وهي الواردة لا بصيغة من، وهي كثيرة جدا. الأول عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مسكين متكبر، ولا شيخ زان، ولا منان على الله بعمله. ومن لم يدخل الجنة من المكلفين فهو من أهل النار بالإجماع. الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: ثلاثة يدخلون الجنة: الشهيد، وعبد نصح سيده وأحسن عبادة ربه، وعفيف متعفف. وثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله، وفقير فخور. الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: إن الله خلق الرحم، فلما فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو ذاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
وهذا نص في وعيد قاطع الرحم وتفسير الآية. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وفي حديث أبي بكرة أنه عليه السلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الرابع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال عليه السلام لبعض الحاضرين: ما حق الله على العباد؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: فما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: أن يغفر لهم ولا يعذبهم. ومعلوم أن المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط، فيلزم ألا يغفر لهم إذا لم يعبدوه. الخامس عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار، فقال: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه مسلم. السادس عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال عليه السلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: والذي نفسي بيده، لا يبغض أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار، وإذا استحقوا النار ببغضهم فلأن يستحقوها بقتلهم أو لا. الثامن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام خيبر إلى أن كنا بوادي القرى، فبينما يحفظ رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم وقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم حنين من الغنائم لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: شراك من نار أو شراكان من نار. التاسع عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق السحر. العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا مجموع استدلال المعتزلة بعمومات القرآن والأخبار. وبعد أن فرغ الإمام من عرض أدلة المعتزلة شرع في الرد عليها، فقال: أجاب أصحابنا عنها من وجوه: أولها أن لا نسلم أن صيغة من في معرض الشرط للعموم، ولا نسلم أن صيغة الجمع إذا كانت معرفة باللام للعموم، والذي يدل عليه أمور: الأول أنه يصح إدخال لفظتي كل وبعض على هاتين الصيغتين، يصح إدخال لفظة كل ولفظة بعض على هاتين الصيغتين. تقول: كل من دخل داري أكرمته، وتقول أو تقول: كل من دخل داري أكرمته، وبعض من دخل داري أكرمته. ويقال أيضا: كل الناس كذا وبعض الناس كذا. ولو كانت لفظة من للشرط تفيد الاستغراق لكان إدخال لفظ الكل عليه تكريرا.
ولكان إدخال لفظ البعض عليه نقضا، وكذلك لفظ الجمع المعرف، فثبت أن هذه الصيغة لا تفيد العموم. إذن لو كانت لفظة من في معرض الشرط تفيد الاستغراق لكان إدخال لفظ الكل عليها تكريرا، ولكان إدخال لفظ البعض عليها نقضا، وكذلك لفظ الجمع المعرف، فثبت أن هذه الصيغة لا تفيد العموم. الثاني وهو أن هذه الصيغة جاءت في كتاب الله تعالى، والمراد منها تارة الاستغراق وأخرى البعض، فإن أكثر عمومات القرآن مخصوصة، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل، ولا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين العام والخاص، وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان أنه يفيد الاستغراق أو لا يفيد، من غير بيان أنه يفيد الاستغراق أو لا يفيد. الثالث وهو أن هذه الصيغة لو أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد عليها، لأن تحصيل الحاصل محال، فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها علمنا أنها لا تفيد معنى العموم. سلمنا أنها تفيد معنى العموم ولكن تفيده إفادة قطعية أو ظنية. الأول ممنوع وباطل قطعة، لأن من المعلوم بالضرورة أن الناس كثيرا ما يعبرون عن الأكثر بلفظ الكل والجميع على سبيل المبالغة، يعبرون عن الأكثر بلفظ الكل والجميع على سبيل المبالغة، كقوله تعالى حكاية عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء. فإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى العموم فهي إفادة ظنية، وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية، فلم يجوز التمسك فيها بهذه العمومات. سلمنا أنها تفيد معنى العموم إفادة قطعية، ولكن لا بد من اشتراط ألا يوجد شيء من المخصصات، فإنه لا نزاع في جواز تطرق التخصيص إلى العام، فلما قلتم إنه لم يوجد شيء من المخصصات؟ أقصى ما في الباب أن يقال بحثنا فلم نجد شيئا من المخصصات، لكنك تعلم أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ لمعنى الاستغراق متوقفة على نفي المخصصات وهذا الشرط غير معلوم، كانت الدلالة موقوفة على شرط غير معلوم، فوجب ألا تحصل الدلالة. ومما يؤكد هذا المقام قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، حكم على كل الذين كفروا أنهم لا يؤمنون، ثم إنا شاهدنا قوما منهم قد آمنوا، فعلمنا أنه لا بد من أحد الأمرين، إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمول، أو لأنها وإن كانت موضوعة لهذا المعنى إلا أنه قد وجدت قرينة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون لأجلها أن مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص. سلمنا أنه لا بد من بيان مخصص، لكن آيات العفو مخصصة له، أي نحن نقر بصحة قول المعتزلة، لو كانت آيات الوعيد مخصوصة بالكفار كما يزعم أهل السنة فلا بد من وجود المخصص، ونحن أهل السنة نقول بوجود المخصص وهو آيات العفو، والرجحان معنا، لأن آيات العفو بالنسبة إلى آيات الوعيد كالخاص بالنسبة إلى العام، والخاص مقدم على العام لا محالة. سلمنا أنه لم يوجد المخصص، ولكن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد، ولا بد من الترجيح، أي إذا لم تكن آيات الوعد مخصصة لآيات الوعيد كانت معارضة لها، وعند التعارض يلزم الترجيح، وهو معنا من وجوه: الأول أن الوفاء بالوعد أدخل في الكرم من الوفاء بالوعيد، والثاني أنه قد اشتهر في الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه، فكان ترجيح عمومات الوعد أولى. الثالث وهو أن الوعيد حق الله تعالى والوعد حق العبد، وحق العبد أولى بالتحصيل من حق الله تعالى،
سلمنا أنه لم يوجد المعارض، ولكن هذه العمومات نزلت في حق الكفار فلا تكون قاطعة في العمومات. فإن قيل، يعني إن قال المعتزلة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا هب أنه كذلك، ولكن لما رأينا كثيرا من الألفاظ العامة وردت في الأسباب الخاصة والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط، علمنا أن إفادتها للعموم لا تكون قوية، والله أعلم. وبعد أن فرغ الإمام من رد أدلة المعتزلة شرع في عرض أدلة المرجئة الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يقول الإمام: وأما الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر فقد احتجوا بوجوه. الأول قوله تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقوله تعالى على لسان موسى وهارون عليهما السلام: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قالوا: دلت هاتان الآيتان على أن ماهية الخزي والسوء والعذاب مختصة بالكافر، فوجب ألا يحصل فرد من أفراد هذه الماهية لأحد سوى الكافرين. الثاني قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حكم تعالى بأنه يغفر كل الذنوب ولم يعتبر التوبة ولا غيرها، وهذا يفيد القطع بغفران كل الذنوب. الثالث قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وكلمة على تفيد الحال، كقولك رأيت الملك على أكله، أي رأيته حال اشتغاله بالأكل، فكذا هاهنا وجب أن يغفر الله حال وجب أن يغفر لهم الله حال اشتغالهم بالظلم، وحال الاشتغال بالظلم يستحيل حصول التوبة منهم، فعلمنا أنه يحصل الغفران بدون التوبة. ومقتضى هذه الآية أن يغفر للكافر لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إلا أنه ترك العمل أو إلا أنه ترك العمل به هناك لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبقي معمولا به في الباقي، يعني في بقية الذنوب غير الشرك والكفر، والفرق أن الكفر أعظم حالا من المعصية. الرابع قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وكل نار فإنها متلظية لا محالة، فكأنه تعالى قال: إن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي هو المكذب المتولي. الخامس قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. دلت الآية على أن جميع أهل النار مكذب. لا يقال هذه الآية خاصة في بعض الكفار، ألا ترى أنه يقول قبلها: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. وهذا يدل على أنها مخصوصة في بعض الكفار، وهم الذين قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، وليس هذا من قول جميع الكفار. يقول المرجئة: ليس للخصم أن يقول إن هذه الآية خاصة ببعض الكفار، وبالتالي فهي لا تدل على أن جميع أهل النار مكذب. ليس لهم أن يقولوا ذلك، أو ليس للخصم أن يقول هذا، لأننا نقول دلالة ما قبل هذه الآية على الكفار لا تمنع من عموم ما بعدها. هكذا وردت العبارة، ولعل المراد دلالة ما قبل هذه الآية على بعض الكفار لا يمنع من عموم ما بعدها. وأما قوله، يعني الخصم، إن هذا ليس من قول جميع الكفار، قلنا لا نسلم. الكلام هنا
للمرجئة يقولون أما قول الخصم إن هذا ليس من قول جميع الكفار، نقول لا نسلم، فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون ما نزل الله من شيء على محمد، وإذا كان كذلك فقد صدق عليهم أنهم كانوا يقولون ما نزل الله من شيء. السادس قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، وهذا بناء المبالغة، فوجب أن يختص بالكافر الأصلي. السابع أنه تعالى بعدما أخبر أن الناس صنفان بيض الوجوه وسودها قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب، فذكر أنهم الكفار. والثامن أنه تعالى بعدما جعل الناس ثلاثة أصناف السابقون وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة بيّن أن السابقين وأصحاب الميمنة في الجنة وأن أصحاب المشأمة في النار، ثم بيّن أنهم كفار بقوله وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. التاسع أن صاحب الكبيرة لا يخزى، وكل من أدخل النار فإنه يخزى، فإذن صاحب الكبيرة لا يدخل النار. وإنما قلنا إن صاحب الكبيرة لا يخزى لأن صاحب الكبيرة مؤمن والمؤمن لا يخزى، وإنما قلنا إنه مؤمن لما سبق بيانه في تفسير قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب من أن صاحب الكبيرة مؤمن. وإنما قلنا إن المؤمن لا يخزى لوجوه، أحدها قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وثانيها قوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، وثالثها قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، إلى أن حكى عنهم أنهم قالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ثم إنه تعالى قال فاستجاب لهم ربهم، ومعلوم أن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يدخل فيهم العاصي والزاني وشارب الخمر، فلما حكى الله عنهم أنهم قالوا ولا تخزنا يوم القيامة ثم بين أنه تعالى استجاب لهم في ذلك ثبت أنه تعالى لا يخزيهم، فثبت بما ذكرنا أنه تعالى لا يخزي عصاة أهل القبلة. وإنما قلنا إن كل من أدخل النار فقد أخزي لقوله تعالى على لسانهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فثبت بمجموع هاتين المقدمتين أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار. العاشر العمومات الكثيرة الواردة في الوعد نحو قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فحكم بالفلاح على كل من آمن، وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله وعمل صالحا نكرة في الإثبات، فيكفي فيه الإثبات بعمل واحد، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. وإنها يعني الآيات الدالة على العموم كثيرة جدا، ولنا فيها رسالة مفردة، من أرادها فليطالع تلك الرسالة. يقول الإمام هذه الأدلة أو الآيات التي تدل على العموم في الوعد، العمومات الكثيرة الواردة في الوعد فيها آيات كثيرة ولنا فيها رسالة مفردة، من أراد فليطالع تلك الرسالة. ثم قال والجواب عن هذه الوجوه التي ذكرها المرجئة أنها معارضة بعمومات الوعيد، والكلام في تفسير كل واحدة من هذه الآيات يجيء في موضعه إن شاء الله تعالى. وبهذا فرغ الإمام من عرض أدلة المرجئة
الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر، ونقف عند أدلة أهل السنة الذين قطعوا بالعفو عن بعض أصحاب الكبائر دون تعيين، وقطعوا بعدم خلود الفاسق في النار. نقرأ ما سطره الإمام في عرض هذه الأدلة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.